عارف نفسك. انا محمود سائل معتصم من المعتصمين في التحرير. امبارح البياعين اللي هم حصل ايه بقى الساعه 4 تقريبا؟ لا ما كانش 4 كان حوالي 6 و10 بالظبط. 6 و10 تمام. البياعين اللي هم المتجولين كانوا قاعدين طبعا بقالهم معانا من فتره الاعتصام. وكل ما يعني كل ما نتكلم معاهم ما فيش اجابه. ابتدينا ناخد جنب لوحدينا ونقعد وحطينا السلك حبال. حبال شفتها. فطبعا احنا اتكلمنا معاهم بالادب مره واثنين وثلاثه ما فيش. فطبعا كان المنظر كان مهين، اللي هو في حريم وفي نسوان وفي مخدرات، وطبعا اللي بيجي مثلا بالليل بيتعامل في مخدرات. سألوا الثوار اللي قاعدين في الميدان. حبيتوا تنعزلوا لوحديكم يعني؟ وانعزلنا فعلا، بس هم برضو ما استجابوش ومنعنا نشتري منهم. برضو مش عاجبهم. وهي اصلا عمليه مدبره يعني. وكان في امين شرطه من الداخليه اسمه عادل، كان على طول موجود باستمرار بيلم فلوس منهم. قبليها بحاجات بسيطة هي كانت مترسبة، لأن هم لموا بعض الباقي، لموا حاجتهم ومشيوا. والباقي كان موجود طلع بالأنابيب. أول أنبوبة ولعها كان ولعها أمين الشرطة اللي اسمه عادل. ولع الأنبوبة في اللي هي الأسطوانة الصغيرة، ولع وقام رميها على البطاطين. وهم ابتدوا يجروا، طلع عزاز من المتحف المصري على إيد الحكومة، ايد امناء الشرطه والظباط اللي موجوده في المتحف، غير الطلق الخرطوش كان بيتضرب علينا امبارح. امبارح ضرب خرطوش ضربه. تمام. ضربوا حاجات امبارح طلقه. بس فابتدينا احنا، ربنا قدرنا امبارح ان احنا الحمد لله يعني بالاراده وباراده 25 يناير قدرنا ان احنا نبعدهم عن الميدان. و طبعا. وبعض عربيات الاسعاف المحترمه كانوا بياخدوا بعض المصابين مننا يطلعوا بيهم على الاسم. يعني بعد الـ 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 العربيات المحترمه من عربيات الاسعاف كانوا بياخدوا بعض المصابين يودوهم اسم المنيره والوزاره مننا احنا، وسابوا اللي هم اللي يعتبر اللي يعني ما انا مش عارف اقول لك بسبب الاشتباك، ان هم اساسا هي حاجه مدبره. هي حاجة مدبرة، لأن أزايز تطلع من متحف أزايز تطلع من المتحف المصري، وأزايز بنزين تطلع برضو من المتحف. هم ما كانش معاهم أزايز. حد مصور الحاجات دي وهي طالعة من المتحف؟ في ناس كتيرة كانت بتصور. ما في بقى، احنا ما كناش منتبهين للتصوير. يعني احنا تليفوناتنا بتقع، حاجاتنا الشخصية بتقع، فلوسنا بتقع، وحاجتنا بتقع. غير طبعا ان احنا امبارح بعض المخدرات اللي طلعت واتصورت على بعض القنوات، على الجزيره وعلى بعض القنوات اللي جم صوروا امبارح، كميه مخدرات يعني بانجو وحشيش وبرشام، غير النسوان، غير الحاجات اللي مؤاخذه يعني اللي هم بيستعملوا بيهم. طلعنا في الكام يوم اللي فاتوا طلع مثلا عملنا مشكله، طلعنا بنات عريانه وشباب عريانه وبعض يعني هقول لك ايه يعني بعض حاجات انت ما تقبلش ان انت تشوفها. بس شكرا.